السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا الدرس الثالث في موضوع التوكل على الله، وما أدراكم من التوكل على الله. من صبر أحوالنا وعلم تفاصيل حياتنا أدرك أننا أوتينا من قبل نقص توكلنا على الله. وريح في اللنا اقتربت صلاة العشاء، وريح في اللنا أذي علم أذي زرم كين تعيش أذي مي زكي داش نخدم داش نهدر مواقفنا. قطعا قطعا سيخلص إلى نتيجة، ألا وهي أننا ضعفاء في التوكل على الله، ومنا من لا يتوكل على الله البتة. زينا ونقص عنا رغش مغك التوكل في ربي سبحانه وتعالى. والذي يقول هذا ماشي ذي الميزان ذي التست أترحتك وفرمسيا تعمدي له صيدلي سنت بعض على المغش حل توكلين وعلى الله، لا 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 لا. الذي ينبئنا بهذا ويخبرنا ويفصح عنه هو مواقفنا، تصرفاتنا، أقوالنا، أعمالنا، أفعالنا، أخلاقنا، سلوكنا مع الناس. ذوي أرغدي ونس الخبر أرغدي فكن صح ملا فربين سكني ونسكي لارا نغف حديتين ماطي، لأننا فينا من يتوكل وتوكل على الله، وفينا من لم يتوكل على الله ولم يتوكل على غيره، وفينا من يتوكل على غير الله ولم يتوكل على الله. يعني الناس ثلاثة أقسام. فالتوكل كما قلنا هو جماع الإيمان، ونكتكلم فرب بذويني ذي المؤمن من الدين الأولي ضرب سبحانه وتعالى. ربي سبحانه وتعالى ربنا جل جلاله هو الذي أخبرنا بهذه الحقيقة. أي حقيقة؟ أن المؤمن الحق هو المتوكل على الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. ذو أي إذ المؤمن فربي يتكلم ماشي في حد اثنين. وذكرنا أن من معاني التوكل العظام هي الثقة في الله جل جلاله بما عنده، ونكسر ثحنا وثم سيدي ربي ميثاق، ونقع تمد بصدق قلبه سوليس النظر بكل شيء. ذو النق إقبين يربي عجزه أمامه كل شعر غورك ماشي ذنك. ذو النق استبط بالنك ثورثيس الذي انطرح الطياري من يسكر ثورثيس قريفة سنيس بين يدي أربي لا حول لي ولا قوة إلا بك. اشتغيذ إذ صح اشتغيذ كل شيء. هذا هو التوكل مع أخذ الأسباب، مع أخذ الأسباب فعل ما يجب إلا قد خلطيني إقلاقا، إلا أن القلب لا يركن إلى تلك الأسباب. أسهوث خذ ميني إقلاقا صوتيني خذمت باقي تعلق قلبك، علق قلبك بالله، أقنو لي ربي سبحانه وتعالى. على كل حال هي كلمات ومعاني عظيمة من السهل أن نعبر عنها أو نصفها، ولكن من الصعب بما كان أن يحققها العبد. ماشي ذي الحاجة غيك سهل باش هذي يوطب ندم أروكا أن يعيش مع الله بالله في الله.
والله ما يلينيك سهلة. وعلامة أننا صح نعيش مع الله ونعيش به ونعيش فيه هي أننا في المتلهمات والمصائب والفتن والمحن والمصاعب والمتاعب لا نضطرب ولا نهلع ولا نفزع ولا نخاف ولا نخاف وغتفار العقل لا نطيش. تاي غيد العلامة غيد الميزة غيد السيمة البارزة يوقت كلم في ربي سبحانه وتعالى. أغديني انت مرثيه انسى عنك ليار أثنى حبس الفلان غلب وابور أثنى كذا أثنى كذا أتصفت نفغي لعقولنا أديني إن كان يوث انت مرثى أثنى لفيزا وثتكارا أتصفت الغاشين أن يفدل وذ موسن بعض الناس أغفشوا وثعلمت سلعقل كان سلعقل. وإذا كي الذين اعتمدنا عليهم اعتمادا كليا هؤلاء الذين ظننا أن عزتنا بأيديهم هؤلاء الذين ظننا أنه لو كان ذكس نفس سنكي أن أغنغ الهم وغت الشر أبدا. ربي سبحانه بين عجزهم فقال لهم مخاطبا إياهم فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أي ذر شر الموت يوم ديكس الحق لو تمتطر باش ديكس كن منهوث جل جلاله وذ منه وذاك يوم إكس خلعان إقلا نوينك العقلي فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم ها مزمر من المثيم من عم تتمثمر. بل ربي سبحانه وتعالى يهضر في الناس لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. هؤلاء الذين تخافون وهؤلاء الذين علقتم قلوبكم بهم وهؤلاء الذين أقنعتم أن عزكم وتطوركم وأن 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 تحت بأيديهم ونهني غرق دفكن ونهني غرق علن ونهني غرق سبحان إن ضربي لا يملكون جل جلاله لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ضرا ولا نفعا. هذه الثقة بالله هذا هو الاعتماد بالله وهذا هو الإيمان في الله وهذا هو الالتجاء إليه وهذا هو الاستعانة به وهذا هو الاعتماد عليه وهذا هو التوكل صح عليه. ذوام إذ التوكل كت ود العيش وذوين إذ المؤمن ذوين إذ المؤمن. ولهذا رب سبحانه وتعالى وعد وعده لا يخلف ومحال رب يخلف الوعد سنغى حوجارا لأنه ما يفكى دين الدين وارجع رنقص سويني أدوين سعى فلهذا لا يخلف وعده. ثم يكمل ربي جل جلاله لأن خلاف الوعد نقص وينزه ربنا جل جلاله عن النقص. وعد وينيك جمعا خصلة التوكل في قلبه وعاش بها حتى لقى الله عز وجل يوعد السير الوعد القرى قدونيث إن أدمي المحال وياه بل المحال ذكى غفوس الناس. النصر ثمرة من ثمرات التوكل على الله. أعد العدة ما استطعت أخذ مي مزمر مشكل تعرف ربي سبحانه وتعالى سترى النتيجة. قال جل جلاله في بيان ثمرة التوكل عليه سبحانه صدق التوكل عليه قال إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أي النصر بعد بذل الأسباب النصر من الله في الحقيقة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ربي يقللهم في أعيننا غدس ولا عذو نغدروس ويكثرنا في أعينهم الخلعة. ولهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال نرسرت بالرعب مسيرة شهر. وهي الرعب من الذي قذفه في قلوب أعدائه الله جل جلاله ربي جل جلاله ربي جل جلاله. فأول ثمرة يجنيها المتوكل على الله صدقا حقا لا زعما كذبا هي أن الله عز وجل وعده بالنصر ما تحتاج. قيل لن ينسى يكتشي ربي سبحانه وتعالى روح ثميني يؤيدك ويعينك وينصرك والغلبة ستكون لك. والثمرة الثانية من ثمرات تين حواجتك من الله روح ثانو لش الحرب ولش عذو هذا الثمرة إلا ينو عذو إبان ربي خلقه إوكى من حكمة خلقه أنه جعله الله فتنة الدن ثي ما هي في الحقيقة إلا صراع بيننا وبين حرب سجال مرة غلب مرة نغلب
من هو ثعذا ويمقرن الشيطان الذي أقسم لله بالله أنه يتجرب خير سيأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. هذا الذي قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك، يعني غين السنة أذخر ومكة باش أكسبوا باش أكترنا لسي باش أخدمنا لغيني الدنيا باش وتكنار بريدني غير تسحبين أثن وبخلغان. هي فتنة في الحقيقة، هي فتنة في الحقيقة. ربي جل جلاله خلقه لأجل هذا الامتحان والابتلاء. مما يستعان به على هذا العدو وشلخ بغلب ونظفر بالمعركة تأييد الله لنا، إعانته سبحانه لنا. قال سبحانه إنه ليس له سلطان، إنه ليس له سلطان، يعني من هو؟ يهدر في الشيطان في إبليس، أي ليس له قوة وتسلط. من هو؟ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا يقول من نصر ربي فلس كده والله ما يلزم راسه، ممكن أن يضر ولكن دروس، وما يغلب إثنى بريدة فغلب المية بردة. إن غلبهم الشيطان ظفروا به مئة المرات. إيواش؟ لأن الله الذي سيحميهم ويرعاهم ويحفظهم وسيعطيهم ويمدهم ما به سيغلبونه. تظلموني كسكن في ربي من دل والشيطان أيام الغلبين سنك يغلب منه وتعسى أجلين من يرى أروح النغضي هنجا قصتنا بالحلبة ويلا في طنيو ترون ترجعنا ندي لسكير كومبام ودنا لا. هذا الرعب الذي يبثه في قلوبنا الخلايا عاجل الطيشي الاضطراب، بل حتى الجبن، الجبن صوت كلام الدنغ الجبن الجان النفس تروح الحرمان سهل يصوت يثنق المسولة بلك سين مسات الميتلة وشير الطول أكاغ العرض أما كن أما هذا لك أمشي شاتي سخلع أمشي شاتي سخلع ما يعدد كرمكم الله بورور ومزالة عشان يهدك رأي طرون ولتوري قال رب خير أشي يخص العبادي إيمانهم بالله وحق التوكل عليه ويخصهم، لهذا اقلس خلع سولج ويمقارن الجبن قل الوكل أنزل النفن وأنزل الدين أنزل الدين وأنزل زلاص الله فولاش إيواش الخلاء يعني أنه قدني غير كذا وكذا. التوكل على الله هو السبب العظيم الذي به الله جل جلاله يؤيدنا ويحفظنا ويكلأنا ويرعانا ويعيننا في معركتنا مع الشيطان هذا العدو الذي خلق لأجل هذا، خلق لأجل هذا. والثمرة الثالثة أن التوكل على الله يملأ قلب المتوكل شجاعة وجرأة وثبات واستقرارا وطمأنينة وقوة. لاش أسطينت ويزري غرد شهور علي ما وقل وقوري علي به لنتكل فربي يكفيه الله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه أولي الشجاع مقدار ورخدم كلام يحسب لأنه تكلف ربي حق التوكل. ولهذا أنس بن مالك يحكو يا غف سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر وكان على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف، فقال لهم لم تراعوا. قال أنس وقد وجدناه بحرا.
إلا ذا شيء نسخلع كرندك نخلع من عشاء وروح متزل أو ممكن يغندي سلن الصوت نيغي نسخلع قبل أن ضوطني ولاد النبي محمد فند النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما غيره حوردي نزل هذا شيء قال لي ولاد إيه ولاد يقاس خطر الله تكثير وعلى فرس وفي يده أبل في عنق الفرس الصيف يعني ما إلي شراء أنا كون يسخوفنا كون يسخلع أنا قال لي ندعم وتكثير فربي متكلم. وهذه الشجاعة التي نراها افتقدناها في كثير من حياتنا أو البعض بقرار افتقدها الكثير في حياتهم السبب والسر وأنها نتيجة قطعا لعدم أو ضعف توكلنا على الله توكلنا على الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أجد خدمات صعبة مؤسسة لا بس بخير واش من لا بس الشيخ داش كيو انا كاين من لا نخدم لا بس حتى تبدل الحاله مثلا كذا مثلا كلشي بلع كلشي موت اولي كلشي موت كلشي وديق جيت كنسمع وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون صافي حبسن كان لا سوسيتي ني من خدمة تحبس كان يعني مثلا الله اكبر الله اكبر باش خدمتك كاين باش تجي على ربي سبحانه ربي ما هي الا إذا من عظيم ثمرات التوكل أن يمتلئ قلب المتوكل بالشجاعة أن يمتلئ قلب المتوكل على الله بالشجاعة كما امتلأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخصلة التي نفتقدها في أو يفتقدها البعض في حياتهم. ومن عظيم ثمرات التوكل وما أدراكم من ثمرات دخول الجنة أرجع لربي وذاك العبادة ماشي متحبسة راه تظل كان الصيام تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون متحبسة راه كان تعملون الصلاة والصيام الأعمال إلا عمل صح الجوارح إلا عمل القلب إلا عمل القلب يخدم مول. فمن عظيم أعماله الجليلة العظيمة التي يحبها الله عز وجل ويبوي أصحابها المنازل العليا في الجنة التوكل عليه التوكل عليه صدق الاعتماد والثقة العلم اليقين أن كل شيء ورسيك هذا من أعظم الأعمال على
على الإطلاق. أن الندم يمدن العلماء كابن القيم وغيره قالوا التوكل على الله نصف الدين والنصف الثاني الإنابة إليه. وقال غيره من الصحابة والسلف قالوا التوكل جماع الإيمان. ونيك بغان الإيمان أثنك التوكل على الله وذ الصح وينذ الصح ومنص ربي. فالجنة ثمرة للعمل بعد رحمة الله. من أعظم الأعمال المحققة لهذا المطلوب الغالي هو التوكل على الله حق توكله. لهذا قال سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. من هو ثلاث سيدي ربي؟ الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. على ربهم يتوكلون هذا الغرف أعلى الجنان يتستاهل الناس من عظيم ما فعلوا وأكبر ما اتصفوا به وتوكلهم على الله. توكلهم على الله بل أعظم من ذلك كله أنهم سيدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. عودة الشيخ بلا حساب ولا عذاب. أدبد النديطر سيدي ربي ثوطرني قلقد السياسي الحساب أندث المتوكل جمع ميث كان كم روح لهذا اللي تدوان. الله أكبر. في الصحيحين يعني صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط ورأيت النبي ومعه الرجل والرجل ورأيت النبي وليس معه أحد. قال فرفع لي في الأفق سواد عظيم فظننت أنها أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه. ثم قال قيل لي انظر إلى الأفق قال فنظرت إلى الأفق فإذا سواد عظيم. ثم قيل لي انظر إلى الأفق قال فنظرت إلى الأفق فإذا سواد عظيم. ثم قيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله فخاض الناس في أولئك الذين سيدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البعض لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وقالوا أشياء. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم فسألهم عن الذي يخاضوا فيه ويخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إن دسكني ربي مخير قلاخر في الجنة مخير دشري لين إن د إقاريد زريت وين وين النبي شحال في تبعان إن الدروس المدن الرهط يروي طارت ساعة دروس 5-6 ساعة سبحان الله. ولعله عمر فيهم السنوات الطوال بلك مسكين 100 سنة النبي 200 سنة 90 سنة دين ساعة مدن يقوم النسيس يتبع وإن ديسكني ضربي أن النبي دين سن مدن يوني قدام دي ديس سبحان الله. بل إن دي ناد فلان النبي مثلا ينوث يتبيع. الله أكبر. نبي شعاتي ضربي سبحانه إوي دكن البراهين والمعجزات يتس ينوث يتبيع. أنا عمي أنا عمي ونراها الملاحدة يثورا العجبين يرون الآيتين التي تدل على وجودها بلا الحساب. عاذ والأربية يقنع بعض الناس نبي عمر فيه يعاش في ذسن يصبر في اللاسن يفكيسر بغير سوش هذا منه منا الكبري والعناد والكفري الوام يندن في محمد صلى الله عليه وسلم بعض الصريغة سواد عظيمة كالأفق حاجة كتنقرت للناس وقلت هذه الأمينه
ندنا نيدخاتي وين ذ موسى ذو ذي كي قوم نسيس بزاف ندنا نيد طال كان دا ساول إن الطلع الأفق في غيون الخير ذا القرآن ناني در نو طلع كين نغنى عليهن إن الطلع في غضا عند الخير قال ناني هاتي الأميني ها هاتي الأميني إما ماذا إذا نو هاك دريني نقوي ذاك أي ثورة مثلا لنزيسن كلان 70,000 أهنا ندين كلان 70,000 هذا الشنغ الجنة وإذا كي يغوهني تحسب ربي وغوهني تعذيب سيدي يا ربي غي اختار اثني طيب الجنة مباشرة أرجع على ربي وإذا وفي حديث يزيد بن الأخنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000 الله أكبر والحديث رواه الإمام الترمذي في سننه وقال حسن غريب وصححه كثير من العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله قال استزدت ربي ناصر بدروس معنا فكان أرنويد وهذا من أفضال الله عز وجل على أمة الإسلام إن دروحة ثانق 70,000 في كل يوم يوي 70,000 ديدس يعني الحساب 4,900,000,000 قريب 50,000,000,000 إن شاء الله قل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أليك شنغ الجنس بلا حساب ولا عذاب رجع ربي وإياكم لمولانا من أولئك ولكن أعظم صفة بها تبوأوا هذا المنزل واستحقوا هذا الفضل العظيم قال وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون ومن ثمرات التوكل على الله أن ربي جل جلاله يسهل الرزق للمتوكلين ومن يتق الله اجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ قد جعل الله لكل شيء قدر فهو حسبه ونكتكل في ربي حق التوكل يدم السعاديس الرزق الرزق يسوقه الله إليه من حيث لا يعتقد والله ما ثمنا أكدين أحقر برومنا الخير دي روح ثمني هي لأنه وني ديت شيء عن الرزق وإني يقول دين تيورا ضرب سبحانه مشهد العباد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث كما مر لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما رزق الطير تغدو خماصا وتروحوا بطانا وننات بطير ويخدم خرق يعلم كان رزقي سيكت بس تربيع أذي أعلك كامل دورا كان كامل أثدي جبذ أثدي رفض وذي روح وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير إن دثن خرام إزراق الجنة ظلم لون سن أمول الطير لعظيم توكلهم على الله أزعوا نسخلع لم يضطربوا في حياتهم علم كان حاجة عند يقيم شكنا رزيز أن المدبر والمسير والخالق والمالك والمعز والمذيب والخافض والرافع والقابض والباسط والنافع والضار هو الله جل جلاله لا غيره فيما شفت نسمة ونير سيلس بل عاشوا وحققوا معناها علموا من ذلك علم اليقين زرع أنه مدي في كرار ربي ونديتك لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ما يفكلوا لش وري ابن عم موري بغارة ما تدفكوا لش من ذلك يفكل هذا هو الله جل جلاله وهذا الذي يتوكل عليه وهذا الذي إليه يلجأ الناس وبهذا نثق سوير سبحانه وتعالى مرنثق هذا الذي يفعل كل هذه الأفعال ودروس جايين يخدم ما زال العجائب فيما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى فهذا من عظيم ثمرات التوكل على الله ونعيد ونكرر أن التوكل ليس معناه أن لا تبذل الأسباب خاطئ شحال يبذل هالدور ناس لم يفهموا التوكل على حقيقته إلى قد خمطين إقلاقا ولكن لا تركن إلى أن خمط بقلبك يعني ما شد وين ذي الصح إلى قد خمط ولكن عمد ربي
إذ كل شيء إن أذن أذيلير إن لم يأذن لتلال. ولهذا معاذ بن جبل اسم الحكم رضي الله عنه قال كنت أريد فالنبي صلى الله عليه وسلم يوما على دابته قال فقال لي يا معاذ فقلت لبيك يا رسول الله وسعدك قال ثم سكت قال فمشنك حليندا قال لي يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعدك إن دي سوسر نعاود ندم إن دم معاذ نغس لبيك ليش تحوش تقليندا ليش تبغى رسول الله قال تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا افرح معاذ قال يا رسول الله ألا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا اسم قرار خطير إلا قد خدما لأنه يلاق فعل الأسباب إلا قد سب أرجز النعمة حكوت لس أنس بن مالك في الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله أعقلها وأتوكل أم أطلقها وأتوكل قال بل عقلها وتوكل سباق إلاق إلاق ولكن مسبب الأسباب هو الله قدر الأشياء بأسبابها فلا يعني ما التوكل عدم فعل الأسباب أم قبيلة من قبائل اليمن التي كانت تحج ولا تتزود وتقول نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس سقين طلب من غشي غصن كندا شردتشين ها ربي سبحانه أنزل قوله وتزود وخاطب ماشي بواد التوكل من فربي توكل أنه إلى قسخنتين إلى قن دا شو كانت عمت بليك كل شو ربي غنيك قن وعدتكم أن نقف في محطات لتوكل الأنبياء ابتداء من النبي عليه الصلاة والسلام نذكر ذك سنة ثلاثة الحواجي مريك عدال ما زال إن شاء الله الباقين بلك الصف دون الخير لهنا أسأل الله عز وجل أن يقيني وإياكم من كل شر وأن يرفع ويدفن عنا كل مكروه وسوء وأن يرزقنا التوكل عليه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجعلنا ووالدينا ممن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر